بودي يقولي تكلمي عن اللقاء اللي انت شفتيه حق حفيدة صدام حسين. طبعا انا كنت شايفة لقاءين حق بنان وحق حرير حسين كامل اللي امهم رغد صدام حسين. طبعا هو اللقاء ما منه فايدة لان هذول اساسا يعني صغار. ثاني شيء يعني هل تتوقعون انه يطلعون يقولون مثلا جدي كان سفاح، قتل الاكراد، قتل المسلمين، خان الجار، سب ملك السعودية، سب حكام الكويت، سب حكام الخليج، قط صواريخ على البحرين وعلى السعودية والقدس، وإسرائيل موجودة ما راح صوبها. يعني لما إسرائيل طقت المفاعل النووي حق صدام تجرأ انه يقط صاروخ واحد صوب اسرائيل نهائيا، هو بس استشرف وما شنو. هو لو كان رايح صوب القدس كان كل اساسا العرب راحوا وراه، بس هو للاسف صار سكين في خصر الامه العربيه قبل ما يدش علينا بالكويت. صدام العدمان كانوا الدول الغربية يترجون الخليج انه تعالوا، ومنهم امريكا انه تعالوا نبي قواعد عسكرية في الخليج وندفع لكم فلوس. كنا نقول لهم لا ما نبي. لما الاخ دخل على الكويت وهدد الخليج ككل، هو اساسا كان حاشد صوب الحدود الكويتية السعودية بعد احتلال الكويت. يعني لو انترك الحبل على الغرب كان ياب الخليج كله. لا تنسون شيء مهم، ان الخليج كله على بعضه ما عندنا خبرة عسكرية. احنا دول مسالمة، احنا طلابين سلام، ما احنا طلابين حرب. هذا رجل كان يحب انه شنو، انه دائما لا يعيشون استقرار، يخاف انه يصير عليه انقلابات عسكريه من الجيش ماله، فيشغل الجيش ماله في عدد من الحروب، سواء مع ايران، يوم مع تركيا، يوم معانا، يوم ما شنو. يعني لا لا لا، هو كان شيء مأساة. تخيلوا انه بعد ما احتل الكويت، بعدها صار التحرير وهذا، احنا قمنا ندفع فلوس حق الدول الاجنبيه عشان يحطون قواعد عشان نضمن أمن وأمان الخليج، كله بسبة هذا اللي طالع الأخت حفيدته تمجد فيه. يعني أنا نفسي أعرف، لا ونظام اللي يقول لا ونظام إنه شنو، إذا نطق الشهادتين يعني معناه خلاص هو رايح الجنة كذي. خلاص أنا بمسك مسدس وبذبح اللي أشوفه كلهم اللي بالشارع، ويتم عيالهم، وإذا خذوني شنقوني بقول أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان ما حد عيز.